السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 69 بعد 100، سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل، قال بئست الحالة التي خلفتموني يا قوم بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء، أمللتم من انتظاري فأقدمتم على عبادة العجل؟ ورمى الألواح من شدة الغضب ما أصابه من الغضب والحزن، وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل. قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه: يا ابن أمي إن القوم حسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني، فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي، ولا تصيرني بسبب غضبك هذا علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم لغير الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهنا دليل على أن هارون كانت له لحية كثيفة يستطيع موسى أن يمسكه بها، وكذلك جميع الأنبياء. وهذا يدل على أن أمر اللحية للرجال فطرة وسنة عن جميع الأنبياء. وبالرغم من أن هارون هو أخو موسى من الأب، ومع ذلك قال له يا ابن أم، وذلك استعطافا له، لأن ذكر الأم أرق وأبلغ في الحنان. وبدأ في الاعتذار لموسى وقال له: أنا خفت أجي وراك وعرفك أنهم عبدوا العجل فتقول لي ليه تركتهم وحدهم وسبتهم. وسبحان الله، وكأن نبي الله موسى من عشرته لبني إسرائيل علم حالهم وطبعهم في التقلب وأنهم لا يستقيموا على حال. وكان هارون مطيعا لموسى ويهابه، يعني يعمل له حساب ويحترمه. وهذا درس، ده درس نعلمه لنا ولأولادنا، أن يتعلموا طاعة أخوهم الأكبر ويقدروا الأخ الأكبر أو الأخ اللي في إيده الولاية أو اللي في إيده الأمر أو المدير بتاعك، تبقى عارف قيمته وتسمع كلامه. عشان تنجح المنظومة وينجح البيت لازم يكون في قائد والجميع يسمع كلام القائد اللي في البيت. يقول الله تبارك وتعالى: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فدعا موسى ربه: يا رب، يا رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب، وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين
اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به، وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله. يقول الله تبارك وتعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك يا أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز ورحيم بهم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكن عن موسى الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها وقت الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة كذلك على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الغضب والعصبية والانفعال لما جاءه رجل قال: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه، قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك كان يقول له: لا تغضب، كل ذلك يقول لا تغضب، صححه الألباني. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، رواه أبو داود. يعني لما تكون غضبان متنرفز متعصب متتخانق مع حد، لو أنت واقف اجلس، لو أنت جالس نام، والأفضل أنك تتوضى، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والوضوء من الماء يطفئ غضب الشيطان أو يطفئ الغضب. يعني يقول الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا تجرؤوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا،
فتضرع موسى إلى ربه فقال: يا رب لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أنت سبحانك متولي أمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبنا وعفى عن إثم. من فوائد الآيات: واحد، في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه، وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد. 2، من آداب الدعاء البدء بالنفس، حيث بدأ موسى عليه السلام دعاء فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة بعد ذلك لأخيه هارون فيما عسى أن يكون قد ظهر منه تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك. 3، التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص، ولذلك نسب الله سبحانه وتعالى للغضب فعل السكوت كأنه هو الآمر الناهي للإنسان، يعني الإنسان وقت الغضب ما بيقدرش يتصرف، خلاص عقله بيتلغي. 4، ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه، فانظر إلى مقام موسى عليه السلام عند ربه وانظر خشيته من غضب ربه سبحانه وتعالى. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات. الآية رقم 150، كلمة أسفا يعني شديد الغضب أو حزينا. كلمة أعجلتم يعني أسبقتم بعبادة العجل أو أتركتم. كلمة فلا تشمت يعني فلا تسرهم بما تنال مني من المكروه. الآية 154، كلمة سكت يعني سكنا. الآية 155، كلمة فأخذتهم الرجفة يعني الزلزلة الشديدة أو الصاعقة. كلمة فتنتك يعني محنتك وابتلاؤك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.